قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما يعطيه الابن والده يعود للابن بعد وفاة الوالد؟ وهل له أن يشترط هل ما يعطيه الابن لوالده يعود للابن بعد وفاة الوالد؟ لا، ما أخذه الوالد أو أعطاه الابن إياه يكون ملك للوالد، يورث عنه، يورث عنه، نعم، ولا يسترجعه المعطي أو المأخوذ منه، نعم.